الجنرال الذي تنبأ بأدق تفاصيل الهجوم قبل عام على غلاف غزة في 7 أكتوبر الآن يطالب بمنع الغزو البري، لأن الجيش كما يقول سينهزم. إنه الجنرال المتقاعد يتسحق بريك الذي تحدث معه نتنياهو عدة مرات خلال الأسبوعين الماضيين ليسمع النصيحة. القصة أنه قبل عام صرح بريك أن الجيش سينهزم ويتراجع، وعلى مواطني الكيبوتسات الدفاع عن أنفسهم، ويجب أن يتم تسليحهم بسرعة لأن حماس ستحتل كل المنطقة وأنها تمتلك مقاتلين مدربين بشكل محترف وعندهم تقنيات عالية. اتهم حينها أنه متوهم وكبر في العمر، الآن بدأوا يسمعوا لشيخهم العجوز. قال لا تدخلوا غزة برا لأن الجيش غير جاهز حتى لو قالوا لكم عكس ذلك. بريك قال لن نتمكن من القضاء على حماس، سيتمركز جنودنا داخل القطاع ويتعرضوا للضرب طوال الوقت، قتلانا سيتضاعف وحينها سنغادر، وحماس تعلن أنها انتصرت. الحل الذي قدمه بريك هو الاستمرار بالضربات الجوية فقط وتجويع غزة لأشهر بقطع الإمدادات الغذائية والوقود. الجنرال الكبير في العمر هو الأكثر صراحة مقابل المسؤولين العسكريين الذين يقولون علنا أنهم على أتم الاستعداد، لكن في الغرف المغلقة يقولون أشياء أخرى.